الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم يا رب العالمين. أما بعد، فاتقوا الله في السر والعلن، وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في منح الله عز وجل لنا التي لا تنقطع، يقول: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهما، ما اجتنبت الكبائر. فهذا شهر المغفرة، شهر ينبغي أن نصفي فيه صدورنا من جهة الخوف، أن نصفي فيه نفوسنا حتى لا يعوقنا شيء عن السير إلى الله عز وجل. نعفو ما استطعنا عن إخواننا، ونصفي نفوسنا، ونصل أرحامنا. وهو شهر المواساة، كما جاء في بعض الأحاديث. ومن أراد أن يفوز برضا الله عز وجل فليصل الرحم. وهذا رمضان من أعظم الأجر فيه أن تصل رحمك في الله عز وجل. يقول الله عز وجل: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. اتقوا الله أن تعصوه، واتقوا الأرحام أن تقطعوها. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينسأ له في أثره، يعني في عمره، ويزاد له في رزقه، فليصل رحمه. فهذا رمضان مضمار للخير، ينظر الله عز وجل فيه إلى تنافسنا فيه، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. نسأل الله عز وجل أن يطيل في أعمالنا، وأن يعطينا من العافية ومن العزيمة ما نخوض به المسابقة إلى الله عز وجل، ما نسارع فيه فيما يرضي ربنا، وأن يجعلنا في رمضان من الفائزين، من المرحومين، من المعتوقين فيه من النار. اللهم بارك لنا في أعمالنا، وبارك لنا في أرزاقنا، وبارك لنا في مساجدنا، وبارك لنا في جمعنا هذا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعلنا من عبيدك السعداء. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اقض حوائجنا وحوائج السائلين، وتب علينا وعلى جميع العصاة والمذنبين، واشف المرضى وعاف المبتلى، ورد شاردنا إليك رب العالمين.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك يا مولانا سميع قريب مجيب دعوات رب العالمين اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء امنا وسائر بلاد المسلمين وفق ولي امرنا لما تحب وترضى يا كريم وسائر ولاة امور المسلمين امين امين عباد الله اتقوا الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم واقم الصلاه